أهلا بكم. النضال مش بس بالرصاص ولا بالمقاومة المسلحة، والنضال الفلسطيني نفس القصة، ما كانش بس بالرصاص والبارود ولا حتى بالكفاح السياسي، إنما تقدر تقول إن الفلسطينيين أغلبهم أو 99% منهم كانوا مقاومين ولكن بطرق مختلفة. منهم اللي قاوم بالرواية زي ما شفنا كده الأستاذ رحمة الله عليه غسان كنفاني، أو بالشعر زي محمود درويش، أو بالمقاومة السياسية المسلحة زي كافة الفصائل الفلسطينية المحترمة. لكن بطل الذي قاوم بالرسم بالسخرية فأصبح الأشهر على الإطلاق في المجال ده. اسمحوا لي أقدم لكم بطل حلقتنا النهاردة، الفنان ناجي العلي. ناجي العلي الحقيقة هو ده ابن قرية الشجرة بالجليل، زيه زي كتير من جيله حضر النكبة وهو طفل، وتم تهجيره هو وأهله وتم طردهم من بيتهم، وعاشوا التغريبة الفلسطينية واللي نقلته من الجليل إلى مخيم عين الحلوة في لبنان. وهناك عاش ناجي العلي فترة شبابه وبدأ يرسم على حيطان المخيم، ولما تسأل ليه رسوماتك كلها سياسية قال إن الحياة في المخيم والمعاناة اللي شافها ما خلتنيش عندي رفاهية النكتة. اسمع كده ناجي العلي بيحكي عن بداية رسمه بالمخيم وليه رسوماته سياسية. أنا يعني منذ يعني بدأت يتشكل وعي وإحساسي في واقعي وبالشيء اللي يحيط فيه، منذ دخل يعني خرجت من فلسطين وعشت في المخيم، كنت في بداية تشكيلي النفسي والفكري، فكان عندي محاولات للتعبير عن الذات هذه من خلال معاناتي ومن خلال معاناة جموع الفلسطينيين اللي بيشاركون المخيم، فكنت أرسم على الحيطان. فبطبيعة الحال ما كنتش أرسم إلا كل القضايا اللي إلها نفس سياسي، ما كنتش أدرك، ما كانش عندي وقت لأني يكون عندي مزاج آخر أتناول فيه قضايا الفكاهة أو يعني أدغدغ عواطف الناس. يعني كان اللي يحيط بالمخيم وكل المناخ ما بيستدعي أنه أي واحد يعني يقول نكتي، يعني معنى نكتي مشان القارئ مثلا يستقبلها بمزاج، بالعكس يمكن أنا معظم رسومي سوداوية شوي وحادة. ناجي العلي اتكلم عن المعاناة وكثرة الترحال بتاعته اللي كان أساسها الاحتلال الإسرائيلي. في الفيديو ده بيتكلم على كثرة الترحال. ناجي يعني ما هذا الترحال والتجوال في أرجاء الوطن العربي؟ والله ترحالي مش شيء فردي يعني، ومش خاص فيه يعني، يعني بسبب الهم العام الفلسطيني وضمن ظروف السياسية والمعيشية والأمنية كلها يعني، والاجتياحات اللي صلى يعني 30 سنة عم نحاول نرد على عدونا يعني الأساسي إسرائيل، اللي بالتأكيد نتيجة كل هالمخططات هذه. فننتقل من خندق إلى خندق بمعنى من المعاني، وبطبيعة عملي بالصحافة فأنا يعني الواحد دائما بختار له خندق، له مكان يقدر يعبر عن روحه بهاللغة هذه، لغة الكاريكاتير. تبناه الصحفي والروائي غسان كنفاني. في يوم زار غسان كنفاني مخيم عين الحلوة وشاف رسوماته فأخذها ونشرها في الكويت، وده كان سبب في سفر ناجي للكويت ويشتغل هناك. وكان ناجي بيشترط على أي مؤسسة إن تكون منطقة رسمه في الجريدة منطقة حرة محدش يدخل فيها. أنا من الأصل بدأت إني أرسم على الحيطان، ما كانش في جريدة تتبناني أو أختارها أو تدفع لي راتب أو إني تنشر لي وتصل. فمهم جدا إنه أهم شيء من الشروط يعني الموضوعية اللي بتناسبني إنه ما حدا يملي علي موقف، هذا شرط يعني يحترمه تفكيري
وبالتالي انا يعني بعتبر هذه المساحه اللي لاي جريده هي منطقه محرره بالنسبه لي, وهي حق ويجب انه يتعزز حالي شتلي بواحد ديمقراطي, يعني بمعنى اني حتى لو كان نقيض ما يعني بنهج الجريده وكذا, بكونش نقيض فاضح بقدر ما بكون نوع مثل سجاده فيها عده الوان, فليكن اللون الاخضر اللون الاحمر كذا, نفسي يجب انه يتميز, ما بيجوز انه يكون انا نفس الاخرين. لما كان ناجي بيتسأل عن هويته السياسية كان يقول إن هويته هي الانحياز للناس البسطاء. أنا إنسان مسيس بحكم وضعي كفلسطيني, بحكم كل الوضع المحيط فيه بخليني ما أفكر غير بالهم السياسي. بس إذا كان يعني ممكن اي واحد يتصور انه شو الي هويه سياسيه, بمعنى انه من اي قبيله من اي فريق من اي حزب, بالواقع انا ابن فلسطين, انا ابن مخيم عين الحلوه, وبالتالي انا انسان عربي بحاول اكون يعني شاهد ضمن حدود وعيي وبصدق اعبر عن الام واحلام وطموحات هذه الامه. ممكن أتصنف بلغة السياسة, يعني في نقاد بكتبوا أمرار على ردود الفعل على أي رسمي برسمها, ممكن أتصنف من أقصى اليمين لأقصى اليسار, ممكن أقول عني شيوع, ممكن أقول عني مثلا أنه إنسان متدين, يعني بمعنى هو رسمتي هو فهم الناس, بس بالواقع يعني طموحي أني أصل لفلسطين ضمن مجرى الأحداث كلها بحتل على المواقع هذه. بس هوية سياسية بمعنى أنه يطلع هويتي أنا ابن فلان أنا مع الحزب الفلاني أنا, هذا ما فيش إلي هوية. يعني تقدر في حالات ممكن أكون بالهوية الجغرافية, يعني بكون ابن الجنوب, بكون ابن الجليل, بكون ابن وادي النيل, بكون ابن المغرب, بكون ابن عمان, بكون حتى بأفق إنسان كنت أرسم عبر أرسم هذا الطفل أرسمه فيتنامي أثناء عملية الصراع مع يعني هذه هويتي أنا بتقديري, أني حتى لو ما كنتش فلسطيني وكنت أملك هذا الشيء بدي أكون فلسطيني, يعني ما في فائدة. بل انه قال حاجه غريبه قوي, وهي ان رسامين الكاريكاتير الفراعنه الهموه الانحياز للشعب. خلينا نشوف كده انه مثلا الفنانين الفراعنه كانوا من اوائل من رسم الكاريكاتير بالمنطقه, والفنانين الحقيقيين كانوا يرسموا الساده تبعهم داخل القبور في ابها وعظمه وجلال وكذا, لان هذول الفنانين كانوا دائما فقراء ودائما ممسوحين, يعني وضع اجتماعي وطبقي وكذا, فكانوا وقت الغداء يطلعوا على ظهر المقبره فيعبروا عن الساده اللي رسموهم بهالابها بشكل كاريكاتيري فوق المقبرة, لأنه هذه بتيجي ردم وبيعرفوا أنه ما حدا رح ينتبه لهالشيء. فأثناء الحفريات تبين أنه هذه الرسوم الكاريكاتيرية رسوم كان يعبر الفنان فيها عن حقيقة موقفه من هذول الناس اللي برسمهم داخل القبور ويمجد فيهم وإلى أنه إلى يعني بهالعظمة هذه, فيرسموا قديهن جوعانين قديهن فقراء قديه كانوا مستغلين قديه كذا. أنا بحس أنا في عند انتماء لهذول الناس بشكل أو بآخر, لأنه أنا مع الجماعة المعترين زي ما بقول بلبنان, يعني مع الناس الطرف الضعيف, أنا مستحيل أكون مع الطرف القوي بشكل ما, يعني لأني بحس أنه الفقراء والضعفاء هن اللي بحاجة أن يكون واحد يعني يسند معهم يعزيهم كذا, ولا إذا كان أقوياء ما بحاجة لدوري يعني كرسام كاريكاتير. يعني الانحياز للبسطاء كان واضح في رسومات ناجي العالي, ودلوقتي جاء فرصة للي ما يعرفش مين الرجل اللي كان بيتكلم ده, اللي ما عرفش مين هو ناجي العلي ولا شاف 40,000 رسم كاريكاتير لناجي العلي في البرنامج ده. في الفقرة دي هنعرفك مين الرجل ده عشان تقف احترام وإجلال وتقول الله يرحمك يا ناجي العلي الرجل اللي ورايا ده. خلينا نتفرج كده على جزء بسيط قوي من رسومات الفنان العبقري ناجي العلي. ناجي العلي ده كان ادي رسمته الاولى اهي, اوعى تقول غاليه بيعتقلوك, كان وقتها الجزمه ب 12 جنيه ده في لا 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 هات الرسمه الاولانيه بس عشان
ده حنظلة الطفل بتاعه اللي بيرسمه طول الوقت اللي ايد ورا ظهره، وده مفروض ابوه او راجل كبير بيقول له اوعى تقول الجزمه ب 12 جنيه غاليه يعتقلوك. في جنب الصوره الناحيه الثانيه مغبرين من اللي بيلبسوا بالطو وبيتجسسوا على الناس وفعلا ممكن يعتقلوا. اللي بعده لا صلح لا مفاوضات لا اعتراف لاجئين 48 مخيم الحلوه، مخيم البداوي، مخيم الرشيديه، وده الفلسطيني الاصلي اللي بيعلن بانه لا مفاوضات. كل ابناء المخيمات بيقولوا لا للمفاوضات. اللي بعده وده واحد مش فلسطيني، ده واحد افريقي من ملامحه افريقي، وناجي العالي ملوش دعوه بافريقيا، لكن زي ما قال انا ممكن ارسم واحد فيتنامي. هنا رسم اطفال او اب افريقي وابنه جعان ومكتوب على التيشيرت فود، وبرده حنظله واقف ايده ورا ظهره. أظن مفيش كلام. أدي لبنان وفلسطين، ما بين التغريبة من فلسطين إلى لبنان. بص والصورة سواد سواد، لا شيء غير السواد، والست دي وحنظلة. مخيم عين الحلوة وبرضو سواد، والمخيمات أو الخيم بتاعت اللاجئين المهجرين. انت مسلم او مسيحي، سني او شيعي، درزي او علوي، قبطي او ماروني، روم او كاثوليك او روم ارثوذكس، انا عربي يا جحش. احنا رايحين على الخليل ولازم نحطها على ظهرك بتحميك من ضربة الخنجر. يا عبيط اهل الخليل مثل اهل غزة ما بيطعنوا بالظهر. انا عايز اقف عند اخر رسمة دي. اهل الخليل مثل أهل غزة ما بيطعنوا بالظهر. الصورة دي الوحيدة اللي أنا معترض عليها في رسومات ناجي العلي، وهتعرف ليه في الآخر أنا معترض على اللوحة دي. يمكن بس خليها معانا بعدين بقى نحتاجها. يمكن فكرة الانحياز للناس خلته يبتكر فن المرايا اللي يخلي الناس العادية جزء من تكوين لوحة الكاريكاتير بتاعته. نشوف كده فن المرايا اللي ابتكره ناجي العلي. الشخص الجمهور او الشخص المتفرج هو جزء من اللوحه الكاريكاتيريه مثل راح اراويكم الان. فهذا الان انا في المراه، انا صرت لوحه كاريكاتيريه ومكتوب وانطد مطلوب حي او ميت عسى الله يستر. غير لوحات حي مطلوب حي او ميت في لوحه اخرى، راح الآن أوريكم كيف أيضاً تصير جزء من العمل الكاريكاتيري. هذه اللوحة الثانية واضح جداً أن لا يمكن عيوننا أن تخطئ. ما هي هذه اللوحة؟ نافذة في زنزانة، الله يكفينا الشر، في سجن، والقضيبين سادين فتحة الزنزانة. شلون تصير هذه؟ هي مرآة في الواقع، مرآة راسم عليها ناجي طابوق واثنين من القضبان. كيف تصير هذه لوحة كاريكاتيرية معبرة لما يدش الشخص المتفرج هالشكل؟ فهذا الحين في الزنزانة سجن عجيب، سجن انفرادي، يعني حتى لو حاول انه يفتح القضبان ما راح يقدر. انا الاول عايز اشكر تلفزيون الكويت، لانه لولا تلفزيون الكويت ما كانش بقى عندنا الشريط النادر ده، لانه ناجي العلي كان مغضوب عليه من الأنظمة العربية كلها. لكن يفضل أبرز إنجاح أو نجاح لناجي العلي هو الأيقونة بتاعته الطفل حنظلة اللي عمره تقريبا 10 سنين، واللي بيعتبره ناجي العلي شاهد حق على معاناة الفلسطينيين. نسمع بقى ناجي بيقول إيه عن الطفل حنظلة اللي شفتوه في اللوح واقف وإيديه ورا ظهره. يعني هذا سؤال كثير، وين ما اروح بيسالوني انه مين هو هذا الرمز، شو اسمه. هو فعلا انا سميته حنظلة لما قدمته للقراء. هو من مواليد الكويت، يعني ولد بصحافه الكويت هنا، وكنت جاي جديد على الكويت. وانا كابن عين الحلوه لما دخلت عين الحلوه كنت بهالسن هذا طلعت من فلسطين، فحاولت ارسم هو تعبير ذاتي عن نفسي. بس يعني يمكن انا شعراتي مش على طريقته وكذا، بس هو خصوصي ما قصدت اني اجمله، لانه في اعماقه وحشوته الداخليه يعني انسان كثير حميم ودافئ، وهو
بالآخر صار رمز، يعني مش رمز ذاتي فردي إلي، رمز ذاتي لكل واحد نفسه طيب، لكل إنسان عنده هم بشاركني بهمه. هو صار كضمير، هو شاهد، شاهد بالشاهد حي، صحيح صعلوك بس يقظ ومنتبه، وزي ما بقولوا فهلو يعني بمرقش عليه شيء، حتى في صمته إله إله معنى وشهادته حية. ف يعني ممكن قبل هل هو شاهد حمد الله؟ هل هو شاهد على الأحداث؟ شاهد على الأحداث. نعم هو شاهد وضميره كثير كبير، يعني بشكل ضمير، يعني مش إنه شاهد زور طبيعي الحال، يعني شاهد حقيقي على أي. نعم حنظلة في الأول كان بيجي بوشه في الرسومات، لكن مع بدء طريق السلام أو ما يسمى طريق السلام اللي بقى طريق بس بقى رود يعني مع إسرائيل بعد 73، ناجي العلي خلاه بظهره ومكتف إيديه كنوع من رفض الاستسلام. ده حنظلة بوشه قبل ما يسمى بطريق السلام اللي بقى السلام السلام السلام. وده حنظلة بقى لما بعد ما مصر مشت في اتفاقية السلام أو ما يسمى بالسلام عملوا بظهره. رسومات ناجي العلي كانت صارخة ضد خذلان الأنظمة العربية واستبدادها. هنا بقى ناجي العلي بدأ يشن حملة على زعماء وأنظمة الدول العربية، ودي كانت بداية نهاية ناجي العلي، كانت بداية تصنيع الخنجر العربي الفلسطيني اللي هيطعن في ظهر ناجي العلي. نشوف كده جزء أو مجموعة من رسوماته على البتاع ده على الأنظمة العربية، إنهم زي رباط الجزمة بالظبط، بقهم مربوط شبه رباط الجزمة بالظبط مش سوستة كمان، برضو في جريدة القبس الكويتية الموقع الإلكتروني وفلسطين فلسطين. دويلات، دي دويلات على الأنظمة العربية، شيعية سنية فاطمية علوية درزية مارونية كاثوليكية إبطية إلى آخره، دويلات. وهنا شايفين بتعرف دي، خليك بقى مع دي شوية. شايف أول واحد بيقول له بتعرف رشيدة مهران، التاني قال له لا، التالت قال له سامع فيها، قال له لا، قال له ما بتعرف رشيدة مهران ولا سامع فيها، وكيف صرت عضو بالأمانة العامة للكتاب والصحفيين الفلسطينيين؟ لكن مين اللي دعمك بهالمنظمة يا أخو الشليتة؟ ما عرفش دي شتيمة فلسطيني. مين بقى رشيدة مهران؟ هو ده بقى الخنجر المسموم، هو ده. من بداية ما لو شفتوا آخر جزء خالص، آخر حوار بين الشخصيتين اللي فاتوا، بيقول له أنت إزاي ما تعرفش رشيدة مهران وكيف صرت عضو في اتحاد الكتاب الفلسطينيين؟ هنا ناجي العلي شد فتيل القنبلة اللي هتفرقع في وشه. كان طبيعي الانتقادات دي تجلب عليه أو تجلب له مشاكل وتهديدات، ووصلته تهديدات كتيرة جدا، وكانت بتوصله وبيقول إن خلافاتي ليست شخصية لكن مع، نسمع كده. فبالتالي قصة الحياة والموت هذه مش لأنه بسبع أرواح زي شو اسمه بقدر ما فعلاً، الموت كان مفتوح في لبنان إن كان الواحد في ملجأه أو كان وين ما كان، يعني إذا كان بده يجي الموت. أنا إنسان مؤمن بهالقضايا هذه، يعني صحيح أنا مش مقاتل بس كنت كتير ملصق بالناس بالقريب من نفسهم، أمشي بالشارع قدر الإمكان يعني أساعد، بس يعني نصيبي إني ظليت طيب. الناس اللي كان يجي تهديدات، يعني التهديدات متعود عليها من لما بلشت هنا، يعني من زمان، يعني انه اسكت بالتي هي احسن، باغراءات بكذا، بس انا عقليتي شوي يعني بلطه ما بتقطع فيها، يعني زي ما بقولوا، يعني كان في ضغوط، يعني كان في ضغوط بس ما بشكلش شيء. انا بحاول اعزز انه الاخرين يعني يتقبلوا الكاريكاتير بشكل انه ما بجرح احساس حد، ما يعني ما في نقد دم مقدح، ومش عارف يعني مش اني بتحايل على القانون بقدر ما في عندي موقف شخصي من مطلق واحد، يعني اذا كان سياسيا او اجتماعيا او برسمه. انا بحب الناس كلها يعني، بس العواج ما بطيئه، العواج ما بطيئه. نرجع بقى للرسمه اللي انا قلت لك فيها رشيده مهران، اللي هو قال حوار ما بين اتنين شخصيتين، بيقول له تعرف رشيده مهران؟ لا، سامع فيها؟ لا، قال له انت ما تعرفش رشيده مهران وعضو اتحاد. هنا بقى كانت بداية
نهاية ناجي العالي، لأنه واضح أنه رشيدة مهران دي كانت حد مقرب من أبو عمار ياسر عرفات، فظهر الخلاف علني ما بين ياسر عرفات وما بين ناجي العالي. وناجي العالي انتقد صراحة في كل لقاءاته، انتقد وفي رسوماته انتقد ياسر عرفات. نسمع كده بيقول إيه على ياسر عرفات. القرار الفلسطيني المستقل بحس انه كان في قرار للختيار مثلا، لذلك امرار كثير قرارات كانت اتخذها الختيار وانتم في بيروت، انت تحس انك انت نقيت لقرار ابو عمار، وكانوا كثير يقولوا انا كفلسطيني لما بدي اتابع شو في الجو السياسي بصير اقول والله انا من جماعه ابو اياد، انا من جماعه ابو فلان، انا من جماعه ابو علان، في تشرذم بالموقف السياسي. يعني ابو عمار بروح على ايران كل الجماهير الفلسطينيه بتركض وراه، ابو عمار بتصالح مع العراق بروح مع العراقيين، ابو عمار بروح على ليبيا بتصالح مع الليبيين، لازم الشعب الفلسطيني يحاول. يعني هذا الاستراتيجيه الفلسطينيه المفروض يبقى. طيب تكتك على راحتك، بس مش بهالبساطه. يعني نتيجه حصيله هذا الشيء وين صرنا مشردمين معروفين وين هذا، هلا بنحاول نلملم حاول نستفيد، بس كان الواحد يامل بأعماق وبعد بيروت تكون وقفة حقيقية. يعني لو في شعب يمارس دور الديمقراطي زي ما بتعني كان كل هاي القيادة تسقط عمليا، أو مش تسقط يعني تسقطها بالدبسة ولا بممارسات زي البداوي، لو في مؤسسات ديمقراطية يجب هذه أنها تسقط، أو لو واحد يعني عنده نقد ذاتي لنفسه كقيادة هو بقول يا عمي نعطي فرصة، يا عمي انت شو فرق بينك وبين الأنظمة عمليا صارت 18 سنة نحن النظام الفلاني بالدبسة مؤسسات وكذا على رأس هذا الهرم التنظيمي، بعدكم انتو لمني والطالع كلك، انت اكثر واحد بالقضايا الامنيه بتعرف مع مين هذا طالع وكم واحد مدوبل على مع كم نظام، كل هذه الاشياء بنعرفها وبدرود. لو في ديمقراطيه حقيقيه كنت سقطته، ده بيتكلم على ابو عمار بقالكوا 18 سنه، لو في ديمقراطيه حقيقيه كنت سقطته، كان في مشكله مع الوجوه دي بينها وبين الرسام ناجي العالي. الشاعر الكبير احمد مطر بيحكي عن حوار العلي مع عرفات، نسمعه كده. نعم تعرض للتهديد أكثر من مرة، وفي إحدى المرات أستطيع أن أقول الأمور على المكشوف، أخذ يصور شخصية ياسر عرفات بشكل مذهل، مثلا يضع مواطن فلسطيني فقير على عند سلم الطائرة يريد أن يسافر وبيده وثيقة سفر، وفي آخر السلم لا نجد غير السماء، سلم فقط لكن ليست هناك طائرة، بينما في الوقت نفسه يرسم جواز سفر أبو عمار وإذا به مجلد مثل الإنسيكلوبيديا، كل الدول تعطيه تأشيرتها وكل الدول تعطيه جوازها. طبعا كان عرفات ينزعج منه كثير. أول ما بادر ياسر عرفات ناجي العالي بيه قال له أنت ليه بتشتم شعبك يا ناجي باللهجة المصرية؟ قال أنا ما بشتم شعبي، أنا أمثل شعبي وأنا أنتقد هذول اللي عايشين على دم شعبي فقط، ثم أنت اللي تشتم شعبك، هكذا قال لي ياسر عرفات. أنت تتكلم اللهجة المصرية، لماذا تتكلم اللهجة الفلسطينية إذا كنت تحب شعبك وإذا كنت تمثل شعبك؟ هذه كلمة ليست سهلة. فحاول الأستاذ محمد الصقر أن يخفف الموقف، فرد عليه ياسر عرفات قال لا خلي أنا عارفه دمه عظمه أزرق، يعني عنده حدة وما يعني عنيد. وده اللي خلى عرفات ما يقدرش يعمل له حاجة، لأنه ناجي العالي كان في الكويت وعرفات بياخد دعم من الكويت، وبالتالي ما يقدرش يعمل مع ناجي العالي حاجة، وعرفات أقام في الكويت ولو مقر في الكويت، فما يقدرش يضايق حكومة الكويت لأنه ناجي العالي موجود فيها. فنعمل إيه؟ نخرج ناجي العالي من الكويت عشان نعرف نتصرف معاه. هنا ضغط عرفات على الحكومة في الكويت عشان حكومة الكويت تطرد ناجي العالي من الكويت إلى لندن. نسمع كده الفيديو ده. زاد ياسر عرفات الضغط على الحكومة الكويتية لطرد ناجي العالي من الكويت، ونجحت مساعيه فعلاً بإنهاء إقامته في البلاد. حاول محمد الصقر أن يقاوم هذا القرار لكنه فشل في إلغائه، فقرر نقل ناجي العالي للندن وأن يستمر بنشاطه على صفحات القبس. ناجي أبعد من الكويت، وأنا خيرته يروح إلى أي محل بالعالم،
بالعالم العربي؟ قال لي لا بالعالم العربي راح يقتلوني. قلت له روح مكتبنا بلندن. وراح لندن. هو أبعد بالستة وثمانين. نعم. أبعد كان عقاب على القبس هو وأحمد مطر وستة وعشرين صحفي أبعده. ده رئيس تحرير أو مسؤول عن جريدة القبس الكويتية اللي كانت بيرسم فيها ناجي العلي الرسمة بتاعته. أبعده حوالي 26 شخص أحمد مطر وناجي العلي إلى لندن. وفي لندن ما بطلش ناجي العلي انتقاد. لكن فاكر الرسمة اللي أنا وريتها لك بتاعت رشيدة مهران؟ دي كانت النهاية. فاكرها؟ تعرف رشيدة مهران؟ قال له لا. قال له سمع عنها؟ قال له لا. قال له كيف أنت صحفي وكاتب الرسمة؟ وريني الرسمة اللي أنا قلتها لك دي. أيوه لا الرسمة بتاعت رشيدة مهران اللي أنا جبناها من شوية دي هي دي. دي كانت بقى النهاية. لأن ناجي العلي بدأ حملة على رشيدة مهران. ورشيدة مهران كانت صحفية مقربة من أبو عمار جدا. وكان انتقادها خط أحمر. ده مش كلامي أنا بقى. نسمع رئيس تحرير القبس الكويتية بيحكي عن إن رشيدة مهران كانت سبب في اغتيال ناجي العلي. شفت كاريكاتير اللي حنظلة يتكلم ويا أحد المرشحين إلى اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. فهذا حنظلة يسأل هذا الشخص قال تعرف رشيدة مهران؟ قال لا. قال لا تعرف تقرأ وتكتب ولا تعرف رشيدة مهران بدك تصير عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين؟ شفته جميل. أنا مع كل الأسف أنا ما سألت من هي رشيدة مهران. ما كنت تعرف رشيدة؟ لا ما كنت أعرف ولا أحد بالتحرير يعني انتبه إلى هذه الشغلة. سافر ثاني يوم الصبح وصلت إلى الأوتيل وإلى رفل خرياطي مدير مكتبنا في القاهرة اللي هو كان مدير تحرير القبس بس أبعد متصل فيني يمكن ست مرات وحاط لي مسجات. ما كان في موبايل أيامها. اتصلت فيه قال لي يا أخي أبو أياد يبي يكلمك والظاهر الكاريكاتير اللي نزل عندنا اليوم مسبب مشكلة. شلت التلفون كلمت أبو أياد في تونس كان يقول لي أبو أياد شو سويتوا أنتوا شلون تنزلون هالكاريكاتير؟ قلت له شو فيه الكاريكاتير؟ قال يا أخي رشيدة مهران شو حقت تجيبون سيرتها؟ هذه ما خط أحمر. طبعا عرفت أن رشيدة مهران لها علاقة بياسر عرفات أو هكذا يقال. على فكرة أبو أياد ده يبقى صلاح خلف. خذ الكبيرة بقى أبو أياد ده قتلته إسرائيل في تونس. عملية غريبة جدا. كان غريبا أيام الحبيب بورقيبة تقريبا أو أول أيام مش فاكر قوي يمكن أول أيام زين العابدين أو أيام بورقيبة. إسرائيل نزلت عملت عملية معجزة عن طريق البحر. وممكن بيبو دلوقتي يراجعني عشان ما أقولش معلومة غلط. صلاح خلف هو أبو إياد وصلاح خلف تم اغتياله في تونس عن طريق فرقة صغيرة إسرائيلية عن طريق البحر. صلاح خلف كلم رئيس تحرير القبس الكويتية وقال له يعني أبو عمار زعلان جدا رشيدة مهران دي خط أحمر. بعد الواقعة دي مباشرة بس بازو النبي يراجعني بيبو عشان ما أقولش معلومة غلط لأن أنا بس ارتجلتها من ذهني وهي قابلة أنها ممكن تكون غلط. أبو أياد هو صح صلاح خلف. أيوة قرب لي كده الله يخليك قرب لي هنا. صلاح خلف أبو أياد. أنا مش شايف حاجة لحد دلوقتي يعني لو حطالي هنا أنا مش عارف أجيب يا أخي الله يخليك. هو صلاح خلف هو اللي اتقتل في تونس. اتقتل في تونس. أيوة زي النهاردة اغتيال القائد الفلسطيني صلاح خلف 14 يناير 90 يبقى أيام زين العابدين تقريبا. ودي وده قتلته فرقة إسرائيلية صغيرة ونزلوا عن طريق البحر على بيته قتلوه ورجعوا تاني اهو. وزي النهارده في 14 يناير 91 اغتيل ابو اياد في تونس وحملت اسرائيل مسؤوليه الحارس وكان المنفذ احد التابعين لصبري البنا المعروف باسم ابو نضال. وكان هناك مصادر قد زعمت ان عمليه الاغتيال كانت منه عدم زج باسم القضيه الفلسطينيه في خلافه مع الكويت حيث عمل ابو اياد جاهدا في اخر ايامه على النأي بالملف الفلسطيني عن التناقضات العربيه. أبو أياد نفسه هيطير بعد كده في 91 بعد الرسمة الكاريكاتير دي اللي رسمها ناجي العلي لرشيدة مهران المقربة من أبو عمار
يعني وكأنه رشيدة زنت على دماغ أبو عمار أنه إزاي يعني الراجل جاب اسمي وسيرتي في انتخابات اتحاد الكتاب الفلسطينيين. بعد الواقعة دي مباشرة حصلت عملية اغتيال ناجي العلي، وهو بيتمشى على كوبري عادي جدا، قرب منه واحد وادهم له وترمى ناجي العلي في المستشفى. الواحد ده قيل انه عميل مزدوج، قيل انه بقول اهو قيل ان عميل مزدوج محسوب على ياسر عرفات وعميل في نفس الوقت الإسرائيل. نشوف كده، نسمع كده. وإلى حد الآن مو معروف من اللي قتل ناجي العلي. أنت مين ترجح؟ ما أدري، بس سكوتلاند يارد يقولون دبل إيجنت اللي قتل ناجي العلي من جماعة ياسر عرفات بس مخترقين الموساد الإسرائيلي. يعني أنت مع رواية إنه إسرائيل ممكن يكون لها دور في الموضوع هذا؟ مش مستفيد مصلحة إسرائيل. يعني عندها شخص قاعد يهاجم ياسر عرفات بشكل يومي وقاعد يهز صورته. لا بس قاعد يهاجم الاحتلال الإسرائيلي أكثر. كاريكاتيرات ناجي العلي كانت في الضفة الغربية تأتي بالفاكس وتعلق على الجدران وعلى المساجد وعلى الكنائس، وكان شيء مو معقول. ناجي لا كان إسرائيل كانت متضررة أكثر من ياسر عرفات من ناجي العلي. شوف، إذا تتهم أي واحد في اغتيال ناجي العلي تستطيع ذلك؟ تستطيع. ما كل الحكومات العربية، كل القيادات الفلسطينية، سمي اللي تسميه، كلها مستفيدة من قتل. كلهم ناجي العلي منتقدهم انتقادات شرسة. آخر بقى جزء في الفيديو، سكوتلاند يارد بتقول إنه اللي قتله عميل مزدوج، بس آخر جزء في الفيديو قال بص أي حد تقدر تتهمه في قتل ناجي العلي، كل الحكومات العربية، كل المجموعات الفلسطينية، إسرائيل. كان الرجل عامل مشكلة للأنظمة العربية، لإسرائيل، للقيادات الفلسطينية. نسمع آخر جزء كده من السيد المحترم رئيس تحرير قبس الكويتية السابق. اسمع كده. كاريكاتيرات ناجي العلي كانت في الضفة الغربية تأتي بالفاكس وتعلق على الجدران وعلى المساجد وعلى الكنائس، وكان شيء مو معقول. ناجي لا كان إسرائيل كانت متضررة أكثر من ياسر عرفات من ناجي العلي. شوف، إذا تتهم أي واحد في اغتيال ناجي العلي تستطيع ذلك؟ تستطيع. ما كل الحكومات العربية، كل القيادات الفلسطينية، سمي اللي تسميه، كلها مستفيدة من كلهم. تقدر تقول أي واحد في دول كان قاتل ناجي العلي، الأنظمة العربية، إسرائيل، أو القيادات الفلسطينية اللي كان على رأسها أبو عمار. في النهاية ناجي العلي مات على كوبري، عد شاب أو حد عميل طعنه بمنتهى الهدوء ووقع الراجل وفضل مرمي في المستشفى ثم مات. الغريبة أنه أو قتل ناجي العلي أو استشهد ناجي العلي نحسبه شهيد، يعني تم دفنه في لندن، ولما جاء أخوه يدفنه في التراب في بلده، يعني الراجل كان بيحلم بالعودة لفلسطين، عاش وهو بيحلم بالعودة لفلسطين. لكن شوف بقى أحمد مطر الشاعر صديقه بيقول إيه عن لحظة دفن ناجي العلي. في ساعة دفن ناجي العلي وقف أخوه الأكبر جوهر، وكان متماسك وبدأ بإهالة التراب. عندئذ بكى، هو قال الله يرحمه ناجي كان يحب ريحة التراب، كان يتمنى أنه يكون مدفنا في فلسطين، كان يتمنى أنه يرجع إلى فلسطين ويشم ريحة التراب الطازجة هذه المنبعثة من التراب، كانت تجننه، هذه أحلى من كل عطورات العالم. حقيقة ناجي لخصت كلمة أخوه جوهر هذه، يعني هذا المعنى، معنى ريحة التراب هي اللي كونت ناجي، هي اللي عملت فنان، هي اللي خلت يقارع كل هالأنظمة وهالمنظمات، وهي اللي أتت بمصرع. اسمع آخر جزء قاله الشاعر أحمد مطر، آخر جزء صارع الأنظمة وصارع إسرائيل. اسمع آخر جزء. ريحة التراب الطازجة هذه المنبعثة من التراب كانت تجننه، هذه أحلى من كل عطورات العالم. حقيقة ناجي لخصت كلمة أخوه جوهر هذه، يعني هذا المعنى، معنى ريحة التراب هي اللي كونت ناجي، هي اللي عملت فنان،
هي اللي خلت يقارع كل هالأنظمة وهالمنظمات، وهي اللي أتت بمصرع. ريحة التراب، ريحة تراب فلسطين، ريحة تراب قارة الشجرة، هي اللي عملت ناجي العالي. فهو كان يتمنى ريحة التراب. أنا عندي بودكاست عن الروايح، والله هي دي اللي عملت ناجي العالي. يوم ما الصحف أعلنت مقتل ناجي العالي، الأنظمة العربية استريحوا جدا، تخلصوا المستبدين العرب من كابوس. حتى بعد وفاته ناجي العالي كان كابوس للأنظمة العربية. لما تم عمل فيلم عن سيرته الذاتية، وقرر الفنان المصري نور الشريف أنه يلعب دور ناجي العالي، كانت كارثة. وتدخل ياسر عرفات شخصيا عشان يمنع عرض الفيلم في مصر. مش بس كده، نظام حسني مبارك نفسه قلب الوش التاني نور الشريف. قدر ياسر عرفات انه يمنع عرض الفيلم في مصر، انما الحاجة الاهم الفيلم ده اهو ناجي العالي، ومحدش يسمع عنه حاجة خالص، محدش يعرف اي حاجة عن الفيلم ده، لان الفيلم ده وقد في المهد. يعني وقد في المهد، كان في محمود الجندي، انا فاكر من مصر، يعني نور الشريف محمود ومحمود الجندي، اتقلب الوش الثاني من نظام مبارك. نظام مبارك مش بس قرر يرضي ياسر عرفات ويمنع عرض الفيلم، لكن النظام نفسه كان متضايق من ناجي العالي، فتم منع نور الشريف من الشغل عدة سنوات بسبب الفيلم ده. ونور الشريف في رأيي فنان ما خدش حقه دعائيا وإعلاميا. نور الشريف فنان كبير قوي. نور الشريف هو أستاذ أحمد زكي، ونور الشريف فنان، يعني واحد من الفنانين القلائل في تاريخ التمثيل العربي. لكن نور الشريف بسبب ناجي العالي اتقلب الوش التاني ضده، وفضل ورا نور الشريف في أي دعاية سيئة لحد ما اتهموه بالشذوذ الجنسي وتشويه صورته، لأن نور كان طير محلق بعيد عن، مش كريم عبد العزيز، مش أحمد السقا. نور كان ممثل، كان عنده قضية، سوري قضيتين. نور كان محب للتمثيل وله قضية أصلا، بصرف النظر بقى عن أي آراء تانية نور الشريف. نور فعلا باعتراف كل الأساتذة بتاع التمثيل في مصر هو واحد من صنايعي التمثيل. مش بس لا، ده عنده كمان قضية وموقف، وده اللي خلاه يقبل فيلم ناجي العالي، وده اللي خلى نظام مبارك يقلب عليه ويموت نور الشريف. مات كمان العلي، لكن فضل ناجي العلي رمز من رموز فلسطين، بيرسم الفلسطيني والفلسطينيين بيحطوه على الجدران في القرى في المدن زي ما نشوف كده لحد النهاردة. ناجي العلي مقاوم كبير قوي، بيرسموه بالجرافيتي على الحيطان في كل حتة في فلسطين. ناجي العالي الحقيقة كان كابوس وسيظل كابوس. ناجي العالي راح لكن تظل رسوماته. كانوا بيقولوا إن المبدع بيموت في كلماته، لكن ده مش حقيقي. كلمات المبدع أو رسوماته بتفضل وراه، بتفضل تاريخ شاهد. وده اللي كتب الأستاذ سامي الدروبي في ترجمته في الجزء الأول في مقدمة رواية الأخ كرامازوف لدايستوفسكي. بيقول اللي بيقولوا إن الفنان بيموت في كلماته غلطانين. مات دايستوفسكي من سنين، لكن تاريخ الأدب لازال يقف عند الراجل ده احترام وتقدير، زي ناجي العالي بالظبط. مات جسد ناجي العالي، لكن تظل كلماته موقف لفلسطيني خد طريق للمقاومة، مش طريق البارود، مش طريق السلاح، خد الطريق ده، خد طريق الريشة والورق والحبر بس، خد الطريق ده وانحاز للفلسطينيين، منحاز لقيادة فلسطينية. وكان ممكن يعيش ملك، كان ممكن يبقى رئيس تحرير جريدة، كان ممكن الحقيقة ينعم بفلوس الكويت وجامعة الدول العربية اللي كانت في الوقت ده بالشولة على القيادات الفلسطينية.
إلا أنه مات وهو بيرسم الفلسطينيين البسطاء، ما رسمش أبو عمار. حتى لما جاء عند واحدة تبع أبو عمار رشيدة مهران اتقتل. رحم الله الفنان ناجي العلي وكل شهيد على درب تحرير فلسطين من الاحتلال والبلاد العربية من الاستبداد.